عقدت شركة نيوم ومجلس بكين لتعزيز التجارة الدولية نشاط اكتشاف نيوم مدينة المستقبل في 15 أبريل، ما يهدف إلى توسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية وخلق بيئة صناعية جيدة من أجل المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين. فلماذا تختار نيوم بكين كمحطة أولى للقيام بنشاطها الترويجي في الصين؟ اخترنا مدينة بكين لأسباب كثيرة. أولا هي العاصمة للصين وتمثل اختصار كل تجربة الصين العظيمة في التطور الاقتصادي والعلمي. ثانيا هي ملتقى كل رجال الأعمال والبزنس في الصين وغيرها. ثالثا نلتقي بوجودنا في بكين بكل المجالات اللي تخص مدينة أو مشروع مدينة نيوم، ولهذا اخترنا مدينة بكين لتكون الوجهة الأولى قبل أن نزور باقي الصين. في إطار مشروع نيوم تشارك عدد من الشركات الصينية بنشاط في التعاون مع السعودية، مما يدل على العلاقات الوثيقة بين الجانبين وقوة الصين المتعددة الجوانب. 我们今天也是非常荣幸参加NEOM的一个专门的一个推介活动，并且跟NEOM的一些官员和一些专家去做了非常深入的互动。中东尤其是沙特的话，对我们来说会是一个非常重要的地区，帮助我们能够在当地扩展市场。整个中阿之间的这个商贸活动呢，也是非常的频繁，整个当地的政策呢，对中国企业来说也是非常友好，所以我们也是期待有更多的互动，并且我们最终能够在沙特能够落地我们的投资。有些医疗的企业。 一些新能源、光伏、风电等行业，其实都在不断地去中东拓展。沙特的主权基金近期也在开设国内的办事处，其实是在加大和中国的合作，然后和中国的版图的扩张。刚刚我也跟 NEOM 的 CIO 有沟通，然后他也是非常的欢迎各个领域的中国企业去沙特、去 NEOM 去支持这个整个的建设。